طيب خلينا بقى بعد ما شفنا جرافيك هذه المباراة ننتقل إلى ماذا قالت الصحافة المصرية عن مباراة القمة ما بين الأهلي صاحب المركز الأول والزمالك صاحب المركز الثالث. من جريدة الأهرام: الليلة قمة ساخنة في أجواء باردة بين الأهلي والزمالك، صراع بين حامل اللقب وبطل السوبر في مباراة استعادت الثقة والدفاع عن التفوق، مبارزة جديدة بين كارتيرون وفايلر، فمن يكسب صراع العقول. أما من جريدة الأخبار: الأهلي والزمالك على خط النار، مواجهة قمة الدوري تحت حصار الشكوك في انتظار يوم درامي مثير. تعبئة عامة في الأهلي: الخطيب التقى فايلر وغاضب من العقوبات. أما الغضب يجتاح الزمالك ومرتضى يهدد بالانسحاب ويطرق كل الأبواب. أما من جريدة الجمهورية: بصافرة لتوانية باستاد القاهرة، الأهلي والزمالك قمة استثنائية الليلة. في اليوم السابع: الأحمر يتفوق على الأبيض في الغيابات، والأبيض يجهز قميصه الجديد. قمة رد الاعتبار وأحياء الأمل الليلة: الغيابات تضرب الأحمر، فايلر يطالب لاعبيه بالتعويض، وكارتيرون يفكر في الاعتماد على البدلاء والناشئين. أما من جريدة الشروق: وسط شكوك حول تأجيلها، خلاص مفيش بقى هذه الشكوك. الأهلي يواجه الزمالك في قمة مضطربة، فايلر يجري تغييرات على التشكيل السوبر بالدفع بفتحي ومتولي ومروان والشيخ، وكارتيرون يريح بعض الأساسيين. عموما دي كانت الصحافة المصرية وماذا قالت الصحافة المصرية عن مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك، المباراة التي ستقام في تمام الساعة 7:30. النادي الأهلي استعد استعداد كبير لهذه المباراة، النادي الأهلي مركز فقط في هذه المباراة، اللاعبين والجهاز الفني بعيدا تماما عن ما يحدث من أجواء ساخنة حول هذه المباراة.